السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد صباحكم أينما كنتم. رمضان سعيد علينا وعليكم وعلى المسلمين يا رب العالمين. النهاردة جايلكم بموضوع مهم جدا جدا، هو إيه اللي ممكن يحصل لجسمنا بعد شهر من تناول مستين يوميا. ولكن عزيزي المشاهد، لو اول مره بتزور القناه، فضلا منك وليس امركم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامه الجرس ليصلك كل جديد. لايك وشير للفيديو اذا عجبك. الموز يعتبر من الفواكه الجميله جدا جدا الغنيه بالمضادات اللي الجسم كله محتاجها، كمان من العناصر الغذائيه اللي محتوي عليها ان هي بتحارب البكتيريا والفيروسات. طبعا في ظل تفشي فيروس كورونا احنا محتاجين كل حاجة بتضرب الفيروس، ولكن للموز فوائد اخرى وعديدة. ده بشكل لو احنا هناكل موزتين في اليوم اللي ممكن يحصل لنا. اول حاجة حموضة المعدة اللي هي الحرقان، ساعات كده بنحس بحرقة في المعدة، دي اسمها حموضة. الموز مضاد طبيعي جدا للحموضة، بيديك شعور بالراحة من الحرقة، طبعا ارتجاع الحمض. تناول واحدة يعني موزتين على مدار اليوم، واحدة مثلا الصبح واحدة بالليل، بيديكي شعور جميل جدا جدا وبيخلصك تماما من الحرقة. ضغط الدم، الموز بيساعد على تخفيض ضغط الدم وحمايته طبعا من الجلطات والسكتات، لانه منخفض بالصوديوم ومرتفع بالبوتاسيوم، فده بيجعل طبعا القلب صحي بشكل كبير جدا. الطاقة، مين مننا مش محتاج طاقة؟ دايما لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا الرياضيين قبل ما يقوموا باي ممارسة رياضة بياخدوا موزتين، لانها بتقلل الكربوهيدرات وغنية بالفيتامينات بالمعادن اللي بتدعم طبعا الجسم، القوة، قوة التحمل، هشتري حديد لو هلعب لعبة صعبة. كمان البوتاسيوم اللي فيه بيساعد على حماية التشنج العضلي، يعني بياخدوه عشان يكونوا نفسهم على الاقل على الاقل من التشنج العضلي. فقر الدم، الناس اللي عندها انيميا نقص في الهيموجلوبين، الموز بيعمل على انتاج الكرات الحمراء والهيموجلوبين في الدم، وكمان بيقوي مصادر الدم ككل للجسم كله. الاكتئاب، مين فينا مش بيكتئب؟ كلنا تقريبا بنوصل لمرحله ان احنا بنكتئب وبنبتعد عن البشر، بس احنا من غير اي اسباب. الموز بيساعدك على التغلب في الحاله دي، بيخليك اكثر هدوء، بيديك شعور السعادة، بيحسن مزاجك، بيخليك في حالة أفضل، وبيخلصك من الاكتئاب نهائيا. الإمساك، الناس اللي هي للأسف بيكون عندها إمساك مزمن وما بتلاقولوش علاج، ومهما تاخد من أدوية ما بيأثرش ده فيها. الموز غني بالألياف اللي بتحفز حركة طبعا الأمعاء بشكل منتظم وبتمنحه راحة طبيعية، فبالتالي مش هيتكون عندك أي تحجر في الأمعاء أو ما يسمى الإمساك. كمان من الحاجات الحلوة جدا جدا في الموز إنه بيتحكم لك بحرارة الجسم، بيخليه دايما حرارة، درجة حرارة الجسم منخفضة. إن الشيء ده بيحمينا من الإصابة طبعا بنزلات البرد المختلفة، بيحمينا من الحمى، بيحمينا من اي عوارض ممكن ان احنا نتعرض لها. قرحة المعدة اللي هي دايما المسبب اللي بيعكنن على ناس كتير جدا، الناس اللي بتعاني من قرحة المعدة، المفروض ان انت تتبع نظام غذائي معين، وان شاء الله بعمل لكم فيديو يوضح ده. ولكن لو انت خدتي موزة كل يوم بيقويلك بطنط المعدة وبيحميها من الاحماض اللي ممكن تسبب التآكل والتهيج، فبالتالي مش هيحصل عندك اي قرح للمعدة. يعني موزتين في اليوم سواء تاخدهم مع بعض او موزة الصبح او موزة بالليل حاجة جميلة جدا. الموز كمان بسط للعضلات بطريقة حلوة، دايما كده ما تاخده بتحس ان انت جسديا مرتاح. حبيت ان انا انفرد بالفيديو ده، ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.